السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم على احسن ما يرام. اليوم غادي نصاوبوا مع بعضياتنا البيتزا. وقبل ذلك كنبغي نقول للناس اللي دخلوا زاروا القناة ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الصابوني وتفعلوا الجرس باش تكبر القناة وتعم الفائدة الى عجبكم المحتوى بطبيعة الحال. ودابا بلا ما نطول عليكم غادي ندوزوا لطريقة التحضير. على بركه الله هنا عندي 800 غرام ديال الدقيق حيت باغي نصاوب جوج ديال البيتزات كبار. نتوما غادي ديروا كميه الدقيق على حسب البيتزات اللي غديروا، واش غديرها صغيره ولا كبيره. المهم انا عاده اللي كنت غندير بيتزا وحده كبيره كندير 400 غرام. بما اننا غنبروغرامين واحد الخرجه غادي نبيكنيكيو صافي درت جوج بيتزات باش نتغداو بهم. دابا درت 800 غرام، درت معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال السكر وشويه الملح وصافي. زدت الماء باش نبدا نعجن. غادي ندوزو للزيت. دابا ضفت الزيت. القاعده اللي عندي انا ديال الزيت كل 100 غرام ديال الدقيق كديري ليها معلقه كبيره ديال الزيت. مثلا الا درتي 400 غرام ديال الدقيق كدير 4 المعالق كبار ديال الزيت صافي. وكديرها كتعجن. من بعد كتكون العجينه شويه مطلوقه. دابا تشوفوا القوام ديالها. من بعد هنا انا عجنتها بالليل، عجنت العجينه بالليل ودرتها في الثلاجه. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه. تتكون يعني كتكون مطلوقه كتلصق شويه صافي. دابا غندهنها بشويه ديال الزيت ونرجعها للبول ونغطيها بالفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه حتى الصباح عاد غادي نخدم بها. صافي هنا صباح الحال وجبت العجينه ديالي من الثلاجه. غادي نقسمها لجوج حصص نديرها كويرات ونخليها على جنب باش تاخد درجه حراره المطبخ بما وجدت المكونات باش غادي نعمرها. هنا غبرت سطح العمل بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا العجينه وبديت كنطلق في العجينه ديالي. كل واحد يطلقها كيف ما بغى على حسب هو كيفاش كيبغي البيتزا ديالو. كاين اللي كيبغيها يعني غليظه شويه الامريكان، كاين اللي تيبغيها رقيقه بزاف. المهم انا كنبغي بين وبين ما غليظه ما رقيقه. المهم يكون فيها في واحد نص سنتيم هكذاك في السمك ديالها. هنا خديت الحصه الثانيه ديال العجين. غادي حتى هي غادي نسرحها ونرققها كيف ما درت الاولى. من بعد نحطها حتى هي في المول اللي غادي يدخل الفرن ومن بعد غادي ندوزو باش نعمروا البيتزات مع بعضياتنا. صافي هنا غادي نبداو نعمرو في البيتزا. خديت واحد البول ودرت فيها الصوص الجاهزه اللي هي ناتور ما فيها حتى شي حاجه وزدت فيها شويه ديال البودره ديال الثوم، شويه ديال البزار، شويه ديال الملح على حسب الطوق وشويه ديال الزعتر والحبق
خويط ديال زيت الزيتون. صافي، من بعد ما درت صلصه الطماطم غادي نزيد الموتزاريلا اللي قطعتها قطع عشوائيه. الا كان عندكم لي كاتر فرماج ديروهم، كتطلع بهم البيتزا بنينه بزاف. من بعد غادي نزيد الفلفله اللي قطعتها رقيقه بزاف، هي والبصله. ومن بعد غادي نزيد الشامبينيون اللي هو شحرته في شويه ديال الزيت والزبده ومليحه وبصار. ممكن ديروا حتى الشامبينيون المعلب وديروا لي نفس الطريقه. المهم التعمر ديال البيتزا كيبقى على حسب الاذواق، نتوما كديروا تعمروا البيتزا ديالكم باش ما بغيتوا. راه كاين اللي كيدير في البيتزا ديالو غير لاصوص طوماط والموتزاريلا اولا لي فرماج. صافي وسالينا. المهم قلت لك التعمر كيبقى على حسب الاذواق. من هنا القدام نقدر نشارك معكم بيتزات بحشوات مختلفه، بحال الكفته، بحال بيتزا بالخضار، بفواكه البحر. ان شاء الله جاي الخير من هنا القدام. دابا فهاد الوقيته فاش انا كنعمر البيتزا، الفران راه كيسخن، كنسخنو على اعلى درجه ممكنه. يعني الفران ديالكم ديرو افون، ديرو في درجه عاليه، لان البيتزا كتبغي الفران يكون سخون بزاف. دابا زدت الطون، حيت ليه الزيت، عصرتو من الزيت. ممكن ديرو الطون ناتور. درت شويه ديال الزيتون الاسود ودرت شويه ديال عاوتاني الموتزاريلا من الفوق. غادي نزيد واحد خويط ديال زيت الزيتون مع شويه الحبق والزعتر. صافي، وبالتالي كتكون البيتزا واجده. غادي ندخلها مباشره للفران ومن بعد غنتلاقاو باش نشوفوا كيفاش جات البيتزا ديالنا. كتشوفوا كنعمر البيتزا الثانيه، غادي نعمرها بنفس العماره كيف ما الاولى، حتى حاجه ما مختلفه، غير في الطياب اللي غادي يكون شويه الاختلاف. غادي ندير بيتزا وحده غنديرها مقرمله، مفوته شويه في الطياب تكون مقرمله وداك الفرماج يكون يتكغات هنا مزيان من الفوق. والثانيه غادي تكون الطياب يعني الحد في القد باش نرضيو جميع الاذواق، حيت انا عندي في الدار نص كيبغيها مقرمله ونص كيبغيها رطبه. صافي، البيتزا الاولى اللي دخلت راها طابت. كيف ما كتشوفوا هذه كتجي مقربله والفرماج كيكون غاتيني. دخلت الثانيه طيب، هذه قطعتها باش نديرها في البواطه، والثانيه دخلتها طيب. كيف ما كتشوفوا راه كتجي رائعه جدا. صافي، خرجت البيتزا الثانيه من الفران. هذه هي اللي كيكون الطياب ديالها الحد في القد كيف ما كتشوفوا، كتجي رطيبه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوا البيتزا على طريقتي.
ما تنساونيش من لايك، مرحبا بلي كومونتير ديالكم، والناس اللي مازال ما تابوناش تابوناو، مرحبا بكم في القناه باش تكبر العائله ديالنا وتعم الفائده. كنضرب لكم موعد في فيديو قادم مع وصفه جديده ان شاء الله، وخليتكم في امان الله، ونقول لكم سلامه.